اخواتي حبايبي طلبة تالتة ثانوي اللي مشرفينا وحبايبنا واللي خاضوا عندنا امتحان التجربة، وما شاء الله الله اكبر انتوا قدها. بس اهم حاجة مهما كان الامتحان كان صعب، انا مش عايزاك ان انت تيأس، مش عايزاك ان انت تزعل. مهما كانت الدرجة ما كانتش قد كده، مهما كانت غلطاتك، الامتحان ده زي ما مستر حسن دايما بيقول لكم ان الامتحان ده مجرد بيقيم المستوى بتاعك، بيشوف ايه نقط الضعف اللي فيك وبتبتدي ان انت تعمل فوكس عليها وتتك عليها، عشان ان شاء الله باذن الله في الامتحان التجربة التاني اللي هو هيبقى يوم 28/1 باذن الله تقدر ان انت تعرف ايه غلطاتك وان انت ما تقعش فيها تاني. طبعا في الاول خالص انا احب ان انا اشكر مستر حسن النجار ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نطلع على اليوتيوب ونكون معاكم ونساعدكم. تاني حاجه انا بحب ان انا اشكر تيم ورك مستر حسن النجار كله، وطبعا كان في موديل A وفي موديل B كان معانا مستر ادهم وميس هند، ودلوقتي انا ميس الاء سامي هبقى معاكم ان شاء الله في موديل C، ومعايا مستر احمد هيكل ان شاء الله. هنبتدي ان احنا نتفاعل معاكم وهنبتدي ان المستر احمد يقرا السؤال وانا ابتدي اجاوب وابتدي ان انا اشرح لكم الجمله، وان شاء الله في الموديل دي هيكون معاكم مستر احمد وانا اللي هبتدي ان انا اقرا الجمله وهو هيبتدي يشرح لكم كل حاجه. يلا مستر احمد مع بعض. موديل سي كان طبعا الامتحان على يونتس من 1 ل 4. اول جمله عندنا بتقول ايه يا مستر احمد؟ اتفضل. لما از دوتس جيرل ان ذا كلاس شي نيفر جيتس انجري. جميل جدا. هنا عندنا اليونت، هنا ده يونت 2 اللي هو الكومباريتيف والسوبرليتيف. طبعا احنا عندنا مقارنه درجه ثانيه ومقارنه درجه ثالثه. مقارنه درجه ثانيه انت بتقارن ما بين اثنين، مقارنه درجه ثالثه بتقارن ما بين شخص على مجموعه. هنا عندنا بقارن ما بين لما على البنات كلها اللي في الكلاس، فدي مقارنه درجه ثالثه عندنا، فهتكون الاجابه the most good natured. جميل. طبعا احنا عندنا good natured بتساوي عندنا حاجه اسمها well behaved، الاثنين بمعنى ان هو سلوكها كويس وان هي اسلوبها حلو. جميل. تاني واحده عندنا مستر احمد بتقول ايه؟ People often dots Hong Kong as the most expensive city to live in the world. جميل. هنا عندنا برضو ده تبع عندنا unit 2 اللي هي rank، ورانك عند حضرتك اللي هي بمعنى يصنف، وهنا عندنا ساعات تاخد حرف الجر as وساعات ما تاخدش، الاثنين صح. فهنا الناس بتصنف هونج كونج كمدينة من الايه، من المدن الغنية في العالم. جميل جدا. يلا بينا مع بعض نكمل تالت جملة. Dots entrepreneurs succeed if they are prepared to work hard. جميل جدا. هنا عندنا entrepreneurs، عندنا دي كلمة هناخدها ان شاء الله مع بعض في unit 8 مع مستر حسن ان شاء الله، والكلمة دي معناها رجال اعمال بس لسه بادئين، مش زيها زي business man، لا دي رجال اعمال لسه بادئين. طبعا entrepreneurs عندنا اخرها اس، فمعنى كده الكلام ان هي ايه، ان هي عندنا countable nouns. ما دام هي countable noun يبقى انا عندي هنا ماتش مش هتنفع. طب جميل، الإجابة عندنا هتكون a lot of. طب ليه مش a lot بس او lots of او lots بس؟ لان الاتنين دول محتاجين عندنا مين؟ of. جميل. طبعا عندنا a lot of بتساوي lots of، يبقى انا هنا عندي كلمة a lot of اللي احنا اخترناها بتساوي lots of عندنا. هل في فرق ما بينهم؟ لا، الاتنين واحد. جميل. يلا عندنا نمبر 4 بتقول ايه مستر احمد؟ I think schools should dot the importance of the looking after yourself. جميل. هنا عندنا هتكون promote. يعني ايه عندنا promote؟ promote عندنا ان هو بيعزز او ايه، او بيربي. فهنا عندنا السكولز لازم ان هي تعزز ولازم ان هي دايما تدي ايه some advice ان انت عند حضرتك ازاي ان انت تعتني ايه بنفسك. يلا بينا جملة نمبر 5 مستر احمد بتقول ايه؟ Do you like chickens? Chickens here refer to dots. جميل. احنا عندنا chicken ليها حالتين، ساعات بتكون countable وساعات بتكون uncountable. طبعا احنا عندنا لو هي uncountable بتكون عندنا اللي هي ايه، شرايح الايه، الفراخ. لكن لما عندنا بتكون countable بتكون الفرخة ذات نفسها وهي حية بريشها ولسه ايه ما اتذبحتش. فالاجابة هنا chickens اخرها اس طبعا بقت countable noun يعني تعد، فهنا هتبقى chicken as birds وهي ايه، حية بسلطاتها وببغنوجها زي ما مستر حسن دايما بيقول لكم. جميل. سادس جمله عندنا مستر احمد بتقول ايه؟ Which of the following means in general. جميل. دي عندنا يونت 3 والطلبه كلها كانت بتتلخبط ما بين كلمتين، ما بين كلمه عندنا on the whole وما بين كلمه عندنا on balance. ايه الفرق ما بينهم؟ on the whole هي معناها in general، معناها في العموم، لكن on balance معناها بغض النظر. يبقى الاجابه عندنا هتكون عند حضرتك on the whole. جميل. بعد كده نمبر 7. She is very punctual.
She really comes late. Dots. جميل جدا. ده عندنا الكويستشن تاج. وهنا عند حضرتك الكويستشن تاج بيبقى عندك جملة وفي اخر الجملة في كاما وبعد كده بيبقى في عندك سؤال. وهنا عندنا الكويستشن تاج لما بتيجي ان انت تعمله اول حاجة بتحط فعل مساعد على حسب زمن الجملة عندنا، وتاني حاجة عندنا بتحط ضمير، ضمير اللي هو هي شي ات. اوعى تحط اسم، يعني ما ينفعش في الكويستشن تاج احط احمد محمد. طب حلو، هنا عندنا comes. comes عندنا ده زمن الجملة عندنا present simple. طب ما شاء الله question tag كان عكس الجملة، يعني لو الجملة مثبتة يبقى question tag منفي، لو الجملة منفية يبقى question tag مثبت. طبعا عندنا مستر حسن قال لكم هو بيشرح ان مش كل النفي don't و doesn't والافعال المساعدة، في كلمات عندنا بتنفي الجملة، من ضمنهم كلمة rarely اللي هي نادرا، عندنا في never، عندنا في seldom، عندنا في barely and so on so forth. فهنا عندنا في rarely يعني الجملة عند حضرتك مالها منفيه، معنى كلامي عند حضرتك ان الكويستشن تاج هيكون ماله مثبت، يبقى الاجابه عند حضرتك مين يا مستر احمد؟ داز شي. جميل، يلا بينا مع بعض رقم 8. Finally the police discovered what had dot since the accident. جميل قوي قوي. هنا عندنا الاجابه هتبقى caused، وهنا الطلبه كلها وقعت. ليه caused ليه ما تبقاش reasoned؟ لان cause عند حضرتك يا اما يجي بعديها حرف الجر of يا اما يجي وراها noun، لكن reason عند حضرتك لازم بيبقى معاها حرف الجر ايه؟ for، يعني ما ينفعش reason يجي معاها noun. فانا عندي the accident اللي هي noun، فبالتالي هختار مين؟ caused. يلا بينا مع بعض number 9. By next year I dots in بس ما تكملش يا مستر، انا عندي هنا by next year. اول ما بلاقي by عند حضرتك زائد فتره في المستقبل يبقى ده عند حضرتك future perfect. بس ما تنساش ملحوظه مهمه ان انا عندي by زائد فتره في الماضي past perfect. جميل حلو. طب نكمل الجمله مع بعض. I dots in the company for 30 years. يبقى انا عندي باي زائد فتره في المستقبل فيوتشر بيرفكت، في عندي فور وفتره طويله، معنى كده ان ده زمن اسمه فيوتشر بيرفكت كونتينوس، يبقى الاجابه نمبر دي ويل هاف بين وركينج. يبقى انت عند حضرتك لما بلاقي باي زائد فتره في المستقبل ومعاه فور وفتره طويله يبقى ده اسمه فيوتشر بيرفكت كونتينوس. جميل، يلا بينا مع بعض مستر احمد نمبر 10. ريبيتيشن كان هيلب ذا ليرنينج دوتس especially for primary school pupils. جميل، هنا عندنا learning process اللي هي عمليه ايه؟ عمليه التعليم. وطبعا كلمه process معناها عمليه بتاخد steps، بتاخد خطوات. لكن عندنا كلمه phenomena معناها ظواهر عند حضرتك، تكون ظواهر طبيعيه. وخلي بالك phenomena اللي اخرها ايه؟ دي جمع، لكن عند حضرتك المفرد بتاعها بتشيل الايه وتحط on يبقى phenomenon. امال operation يا ميس يعني ايه؟ يعني عملية جراحية. جميل جدا. Number 11. Dots should listen to their parents. جميل، ده درس الارتيكلز عندنا، والإجابة هتكون children. ليه يا ميس مي ذات children؟ عشان عند حضرتك أنا بتكلم عليهم as a general. وحط في بالك ملحوظة مهمة عشان كتابة الأسي، إن مش كل ما بتترجم ألف ولام في العربي يبقى لازم تحط ذا في الإنجليش. الإنجليش ليه رولز والقواعد بتاعته. هنا ما دام بتكلم عن حاجة as a general يبقى أنا عند حضرتك بيبقى من غير إيه؟ ذا. يلا مستر أحمد نمبر 12 أحسن. Dots is how good you feel in your body and how happy you are. بس لخبطت الطلبة كلها في unit 4. ايه الفرق يا ميس ما بين well-being و self-care و mental health؟ عند حضرتك هنا self-care انت بتهتم بالbody بتاعك، بالappearance بتاعك. عند حضرتك mental health بتهتم عند حضرتك بالbrain، how you think، ازاي ان انت بتفكر. اما بالwell-being اللي هي رفاهية، هي الاشمل، هي الاعم، دي معناها رفاهية. يعني انت بتهتم بالappearance والbody بتاعك، بتهتم بالايموشنز بتاعك عند حضرتك، وهي دي الاشمل والاعم. يبقى الاجابه هنا بيقول لك في your body والهابي او الايموشنز اللي انت بتحسها يبقى ده well being. جميل مستر احمد احسن. رقم 13. Having dots the car became ready for the journey. جميل جدا. انا عندي هنا became past، يبقى انا هكمل past. وعندي having هنا اللي هي بتساوي مين؟ بتساوي after. طب انا عندي have هنا انا عارفاها من زمن ال present perfect، ان اول لما بلاقي have بحط past participle اللي هو التصريف الثالث. قال لك having يعني يجي وراها past participle، يبقى انا عندي rebuild تنفع و been rebuild تنفع. مين فيهم الاصح؟ حط في بالك ان قبل ما تحط اي
وقلم في اي جمله ازمنه لازم تعرف الجمله اكتف ولا باسيف. هنا عندنا بيقول لك having dots the car became ready for the journey. هل هنا عندك مفعول؟ هل هنا عارف مين اللي هيصلح العربيه؟ لا انا ما اعرفش. يبقى الجمله عند حضرتك ما دام ما لقيتش هنا مفعول يبقى الجمله عند حضرتك هتكون باسيف، يبقى الاجابه هتكون being repaired. جميل. نمبر 14 my bed cat has been dots and I have been always looking for it. جميل. لخبطت الطلبة برضو أسئلتهم الكتيرة. هنا الإجابة هتبقى missing. طب قولنا يا ميس ليه مش losing وليه مش lost؟ لأن أنا عندي ملحوظة مهمة بتقول إن هي عند حضرتك اسمها get lost عند حضرتك، لكن هنا عند حضرتك verb to be plus missing. إيه الفرق عندك؟ إن get lost بمعنى يتوه، لكن هنا missing يعني إيه؟ ضيعة. جميل. يبقى هنا القطة بتاعتي مالها ضايعة وانا عمال ادور عليها. جميل جدا. نمبر 15 you look pale dots to you. جميل. بيل في طلبة كتير ما تعرفش يعني ايه بيل. بيل يعني شاحب، يعني وشك اصفر. ايه اللي حصل؟ يبقى الاجابة has anything happened. وحط في بالك ملحوظة مهمة جدا ان الفعل happen بيساوي عندنا occur بيساوي عند حضرتك take place بمعنى يحدث، والفعل ده عند حضرتك فعل لازم. يعني ايه فعل لازم؟ يعني لا يبنى passive. وده ان شاء الله هتاخدوه باذن الله في unit 8. جميل جدا. اللي بعده عندنا my brother. My brother and I are alike. We dots the same interests. جميل جدا. هنبقى we share the same interests. ليه عندنا مش divide؟ divide انا بقسم الحاجة ما بيني وما بين حد، لكن share احنا الاتنين بناخد نفس ايه الحاجة. جميل. number 17. When it began to rain, the players dots for only 10 minutes. جميل. انا عندي هنا وين رابط، وحطوا في بالكم ان وين دي حبايه يعني بتلعب مع كل الازمنه، بس انا عندي معاها بيجان، بيجان ماضي، وحط في بالك ان ماضي بكمل ايه؟ ماضي. يبقى لا ار بلاينج هتنفع ولا هاف بين بلاينج هتنفع. يبقى انا قدامي بلايد وقدامي هاد بين بلاينج، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ هاد بين بلاينج. اشمعنى يا ميس؟ عشان افكركم بزمن الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس، هو حدث اول حدثين في الماضي. يبقى الباست بيرفكت كونتينوس لازم يكون الحدث الاول وبعد كده بيبقى باست سمبل. جميل. اللي بعده عندنا after the accident. After the accident dots had to be brought to hospital by ambulance. جميل جدا. طبعا دي من يونت 1 عندنا اللي هي casualties اللي هي الضحايا او الخسائر، وفي كلمة تانية بمعنى ضحايا اللي هي victims. جميل جدا جدا. يلا بينا مع بعض. number 19 بتقول ايه؟ my sister Sarah. My sister Sarah dots really well in the test last week. جميل جدا. طبعا الطلبة كلها عندها مشكلة مع ميد ومع ديد مع الناونز مع الأسماء، بس للأسف الشديد ما اقدرش اقول لكم حاجة غير ان هي حفظ. فانا عند حضرتك اسمها ديد ويل بمعنى ان هو ايه؟ يبلى بلاء حسنا، ان هي بتأدي كويس. يلا بينا مع بعض. نمبر 20 عندنا، وكده فاضل لنا 20 جملة عشان نخلص التشويزز عندنا. يلا بتقول ايه؟ In a formal interview try to maintain good eye dots with the interviewer. جميل جدا. هنا عندنا maintain يعني ان احنا نحافظ، وده expression على بعضه good eye contact ان احنا يبقى على تواصل بعينينا مع الايه ما بين الانترفيور وما بين الانترفيوي، لازم يحصل تواصل عشان تقدر ان انت ايه تفهمه. جميل جدا. يلا بينا مع بعض. 21 my dots will be to prepare chocolate cake for our guests. جميل جدا. حط في بالك ان ماي دي بسميها ضمائر ملكية، وحط في بالك اللي هي زي اي بتبقى ماي، هي بتبقى هيم عند حضرتك، هي بتبقى هيز عند حضرتك، شي بتبقى هير، ايت بتبقى ايت، اند سو اون سو فور. وحط في بالك ان ضمائر الملكية دي لازم يجي وراها ناون اساسي. فين الناون عند حضرتك؟ اللي هي suggestion اللي هو الاقتراح. جميل. يلا بينا مع بعض. نمبر 22 The content of this report is misleading. The synonym of misleading in this contents is. جميل. misleading دي عندنا بمعنى يضلل، ودي كلمة من كلمات عندنا unit 1. طبعا misleading السينونم، خلي بالك السينونم يعني المرادف، بتساوي عند حضرتك كلمة تانية اسمها equivalent. خلي بالك من الحاجات البسيطة دي عشان بتجيلك في الامتحان. يبقى هنا عندنا misleading المعنى بتاعها مين؟ false اللي هو بيضلل او خاطئ. 23 عندنا please take care.
Please take care or the car dots you. جميل. لخبطت الطلبة عندنا. امتى عند حضرتك؟ لما حط take care وحط watch out وحط look out. امتى الكلمات دي تعبر عن present continuous وامتى تعبر عن be going to في future؟ امتى اعمل كده؟ حط في بالك ده ترجمة جملة. يعني ايه ترجمة جملة؟ يعني لو انا بقول لك watch out، خلي بالك the car is coming towards you، العربية جاية ناحيتك، معنى كلامي ان انا شايفاها دلوقتي، العربية جاية دلوقتي، ده حاجة بتحصل في الحال وانا بكلمك، يبقى ده present continuous. لكن لو جيت قلت لك the ceiling، ceiling يعني السقف، is cracking، متشقق، watch out، خلي بالك it is going to fall، ان هو ايه هيقع. once ان انا حطيت ح اللي هي بتاعت الفيوتشر، يبقى ده be going to. يبقى مش كل ما اشوف الكلمات بتاعت التحذير اللي هي look out watch out take care والحاجات دي اختار على طول be going to، لازم اترجم واعرف. تعالى كده يا مستر نقراها تاني ونحاول نترجم مع بعض. هنا بيقول لك ايه please take care، خلي بالك or the car، والا العربيه هتحصل ايه عند حضرتك؟ هتخبطك. ما دام حطيت الح ده يبقى دي be going to، بتعبر عن الفيوتشر، يبقى الاجابه is going to hit. جميل جدا. Number 24. You showed dots on passing your final exams and don't let anything distract you. جميل. يعني ايه distract you؟ دي كانت عليكم زمان في تانية اللي هي بيشتت. طب جميل. هنا ما شاء الله الله اكبر، كلهم عند حضرتك ما عدا apply بياخدوا عند حضرتك on، concentrate بتاخد on، depend بتاخد on، و pass بتاخد on. هنا اللي هيحدد لي مين الميننج، يبقى you should مالها concentrate on، انت لازم تركز على امتحاناتك وما تخليش اي حاجة تشتتك. جميل. Number 25. By 10 o'clock tonight I dots all my homework. جميل جدا. حط في بالك ان انا عندي باي زائد فتره هنا، ما دام بلاقي باي زائد فتره وقت عند حضرتك محدد بيبقى فيوتشر بيرفكت. طب ما لقيتش فيوتشر بيرفكت، عادي جدا فيوتشر كونتينوس شغال معاه، او عند حضرتك فيوتشر بيرفكت كونتينوس شغال معاه. يبقى لما بلاقي باي زائد فتره في المستقبل فيوتشر بيرفكت شغال، فيوتشر بيرفكت كونتينوس شغال، فيوتشر كونتينوس خلي بالك كمان شغال. تعالى هنا ندور. ويل فينيش مش هتنفع، ام finishing لا، will have been finished دي باسيف، دي مستبعده خالص، يبقى الاجابه will be finishing. جميل جدا. يلا بينا 26. If you want to apply dots a job at the office where I work I will put in a good word for you. جميل جدا. عندنا apply ليها ثلاث حروف جر، عندنا apply for، عند حضرتك apply in، وعند حضرتك apply to. ما شاء الله. apply for بمعنى ان انت تتقدم لوظيفة، حلو جدا، زي ما عندنا هنا في الجملة if you want to apply ايه، قال لحضرتك apply for a job، تتقدم لوظيفة. طب apply to، apply to يلتحق بمكان، تلتحق بجيش، تلتحق بجامعة، تلتحق بمدرسة جديدة. لكن apply in بيقول عليها apply in writing، يعني تتقدم كتابيا، ان انت عند حضرتك لما بتشتغل ان شاء الله تقدم السي في face to face، يبقى انت apply in writing. هنا زي ما قلنا apply for a job اللي هي تقدم للعمل. جميل. 27 عندنا. His brows were drawn together in a deep dot. جميل. اول لما بشوف brows عند حضرتك اللي هي الاي براوز اللي هي الحواجب بتاعتي وانا مغمض بقول فراون عند حضرتك. اما الباوت دي بيبقى معناها برضو متضايق، بس عن طريق الايه؟ البق، ان انت تبين ان انت مقشر عن طريق بقك مش عن طريق حواجبك. يبقى لما بتلاقي عند حضرتك كلمه اي براوز بمعنى ان انت متضايق، عن طريق مين؟ الحواجب، يبقى فراون. لكن باوت عن طريق مين؟ يور ماوث. جميل. يلا بينا مع بعض 28. She is my dots by 3 years so I consulted her in all my problems. جميل. consulted عند حضرتك هنا بمعنى يستشير عند حضرتك. طب ما شاء الله الإجابة هنا elder. ليه مش older يا جماعة؟ عشان older دي بستخدمها في المقارنات، يعني اجي اقول لحضرتك ايه my brother is older than me، اخويا اكبر مني، لكن elder دي ما بتستخدمهاش في المقارنة. جميل. عندنا فاضل لنا كده جملتين ونخلص اللي choices بتاعت الفوكاب والجرامر، هيفضل لنا 10 choices على الاسي. نصحصح ونركز مع بعض طلاب سنة تالتة الشاطرين. يلا بينا. عندنا he dots his train
he will have to wait 2 hours until the next one. جميل جدا. هو بيقول لك هنا هو دوتس الايه التوين بتاعه هو لازم يستنى عند حضرتك ساعتين للتاني. يبقى هو اكيد فوت. ده درس يونت 4 بارت 3 ديدكشن. خلي بالك منه هيتعادلك تاني في يونت 10 ان شاء الله. ان انا عند حضرتك بعمل استنتاج يا اما بمصد لو انا متاكد ان الحاجه ايه حصلت لو او كانت لو انا متاكد ان الحاجه ما حصلتش ومي ومايت وكود بتبقى ايه 50-50. جميل. يلا اخر جمله عندنا للفوكاب والجرامر. He is very ill. He is very ill. He got a cold for 2 weeks now. جميل. انا عندي هنا for يبقى ده عند حضرتك ايه زمن perfect present perfect ومعها now. حط وانت مصحصح present perfect continuous. بس خلي بالك ان انا عندي في افعال لا يمكن ان هي تتحط في continuous حتى لو في كلمة من كلمات continuous. زي افعال المشاعر زي افعال عند حضرتك الايه الحواس زي عندنا افعال مين كمان الافعال الستيتيف اللي هي الافعال الساكنة. وخد بالك من حاجة مهمة جدا الفعل have. بس امتى الفعل have ما يتحطش في الاي ان جي لو كان بمعنى يمتلك. اقول لك I have a car now ما ينفعش اقول لك I'm having رغم ان في now. لكن عند حضرتك have بمعنيها التانية حط عادي في الاي ان جي. زي ما اجي اقول لحضرتك I am having breakfast now ان انا بتناول الايه الفطور دلوقتي. تعال هنا نشوف هنا for و now يبقى هنا present perfect continuous. بس عندي have تعالوا نشوف هل هي معناها يمتلك ولا هل هي معناها ايه معنى تاني. انا عندي كولد يعني ايه كولد عندنا برد. هل انا همتلك البرد ولا هيبقى عندي برد؟ هيبقى عندي برد. ما دام ما فيش يمتلك يبقى حط عادي اي ان جي يبقى الاجابه has been having. شكرا مستر احمد على الاداء الحلو ده. يلا بينا مع بعض جمله 31 هنبتدي الاسي. صحصح معانا كويس جدا في الاسي عشان اعمل لكم مشكله شويه الاسي الاختيارات. يلا بينا. 31 بتقول ايه يا مستر؟ Which of the following sentences is structurally correct. جميل جدا. انه واحده الاستراكشرلي بتاعتها صح. تعالوا نبص مع بعض الاجابه هتكون نمبر بي I haven't seen him since the last time we met. خلي بالنا انا عندي since دي كلمه من كلمات present perfect وقبليها بحط ايه بحط present perfect. طب بعديها لازق فيها مين؟ قال لك لازق فيها الباست سيمبل. تعال نشوف الباقي غلط ليه. نمبر ايه عشان حط لك فور. هنا عندي فور ما يجيش معاها جمله. فور بيجي وراها ايه مده زمنيه كاملة. طب جميل تعال نشوف سي ليه مش صح. عشان عندي سنس حط وراها present perfect ده غلط. ده المفروض بعديها حط past ايه past simple. طب ليه مش دي عشان عند حضرتك حط سنس قبليها past simple ودي غلط. المفروض قبليها مين present perfect. جميل احسن. يلا بينا 32. I like reading short stories moreover. بس كده يا مستر خلاص شفنا هنا عندنا moreover. moreover يعني بالإضافة إلى يعني علاوة على ذلك. يبقى moreover دي خلي بالكم انتوا عندكم المستر عامل لكم 2 units للconjunctions للروابط. هنا عندنا moreover بتدل على إيه معناها علاوة على ذلك بالإضافة. يبقى عندنا كلمة مهمة جدا اللي هي addition اللي هي عند حضرتك الإيه الإضافة. جميل جدا. يلا بينا 33. When starting an email to a friend, it's a good idea to dots. جميل. انا عندي هبتدي ايميل. ما دام هبتدي ايميل يبقى في الاول هساله عن احواله هساله عن ايه عامل ايه واخباره. يبقى ask how they are and tell them something about you. طب ليه مش ايه عشان ايه say that you will write to them soon ده في النهايه ما تنفعش. طب هنا ask about their school friends ده في النص برضه ما تنفعش. طب give the necessary information they are looking for برضه ده في النص ما ينفعش. نمبر 34 بتقول ايه يا مستر؟ The purpose of a dots essay is to use vivid details to give the reader a mental image of a person, place, thing, event, or idea. جميل جدا. عند حضرتك هنا vivid عند حضرتك details يبقى انا هنا عند حضرتك بعمل descriptive ان انت بتوصف بايه بالتوضيح بالتفاصيل سواء شخص او مكان او event او so on. جميل. 35 عندنا. Choose the sentence that uses apostrophes correctly. جميل. السنتنس بقى اللي بستخدم فيها الابوستروف صح. طبعا الابوستروف دي عند حضرتك عندك الابوستروف اس عند حضرتك الابوستروف العاديه اي ابوستروف. طب يلا بينا نشوف مع بعض الاجابه هتكون نمبر دي. ليه عند حضرتك نمبر دي؟ تعال نشوف ليه ايه ما تنفعش وبي ما تنفعش وسي ما تنفعش.
هنا دي ما تنفعش عشان دي المفروض تكون eats في apostrophe. ايه ده، هو في فرق ما بين eats دي و eats دي؟ اه طبعا، eats اللي فيها apostrophe s دي معناها it is، لكن eats اللي على بعضها دي ملكيه. اقول لك ايه، ان الكات عندنا its tail الايه الديل بتاعها is very long، الايه الديل بتاعها طويل جدا. طب عند حضرتك ليه مش بي عند حضرتك؟ برضو هنا eats برضو ما تنفعش. في نمبر سي بقول لك its time to buy new books، انا مش عايزه هنا الapostrophe، انا عايزاها جمع عادي، بتكلم عن ايه، عن كتب. طب في نمبر ايه برضو في واحده اللي هي classes، classes هنا انا مش بملك الكلاس، انا عايزاها جمع ايه عادي. يبقى عند حضرتك لازم تركز في جملتك كويس جدا عشان عند حضرتك تعرف امتى بستخدم الapostrophe s. طبعا الapostrophe s دي بتكون في الملكيه او اختصار it is او it has، وامتى بتبقى s الجمع اللي هي لو كلمه عاديه من غير ملكيه. جميل جدا، يلا بينا 36 and expository essay dots. جميل، اكسبوزيتوري اسي ده عند حضرتك اللي هو الاسي اللي بتقعد ان انت تقول فيه العيوب والمميزات، وبتقعد ان انت ترغي فيه كتير، وبتعمل اكسبلينز بريفلي اباوت ايه اتوبيك، تقعد تشرح فيه الموضوع بيتكلم عن ايه. 37 يلا فاضل لنا ثلاث جمل. In an informal email we use dots after the greeting. جميل، بتستخدم الايه الكوما بعد الجريتنج، ان انت لما بتيجي تقول هنا dear وتحط الاسم وبعد كده بتحط مير، بتحط كوما. جميل، 38 where should there be another full stop. جميل، السؤال ده الطلبه كانت محتاره فيه، تعال نبص ونشوف احنا عندنا هنا في الجمله في فول ستوب اهي، فين فول ستوب المفروض تكون موجوده ثانيه، يا ترى فين؟ يلا بينا نقرا الجملة مع بعض. Shady went straight home. He was tired. ينفع الجملة منظرها كده؟ أكيد لا، ما ينفعش. يبقى الأصح Shady went straight home dots، وبعد كده الـ H دي هتبقى capital. He was tired. يبقى الـ dots كانت فين؟ كانت after home. ده هنا بيعلمك إزاي تكون جملة صح، عشان وأنت بتكتب الأسي، الأسي عند حضرتك بقى إيه؟ إجباري الكتابة وعليه أربع درجات. يلا بينا مع بعض. Number 39. He knocked on the door but nobody answered. Which part of his speech is but? طبعا but دي واخواتها but however عند حضرتك بسميها a transition اللي هو ايه رابط. جميل جدا، بنودع عندنا للتشويزز، بنقول ايه اخر واحده؟ A or an dot's style is academic writing that shows care and appropriate. ما دام قال لك كير يا مستر وابروبريت لانجويج، يعني لانجويج صح، يبقى لازم الكلام يكون فورمال عندنا، لكن وانت بتتكلم انفورمال بتكلم واحد صاحبك، الكلام بيكون هزار وضحك، ومش لازم الكلام والجرامر يكون ايه؟ يكون صح. وخلي بالك في الانفورمال بتستخدم الابريفيشنز عادي، لكن في الفورمال ما بنستخدمش الابريفيشنز اللي هي الاختصارات. يعني في الانفورمال ممكن تكتب كانت كده، لكن في الفورمال لازم كانت نوت، كان نوت هي اللي بتتكتب كده. جميل، يلا بينا بقى ما شاء الله نركز على القطعة، وحط في بالك في القطعة كويس جدا ان انت محتاجة منك تركيز عالي، محتاج ان انت تقراها وتكون بنسبة 70% فاهمها عشان ان شاء الله تعرف تحلها صح. واحدة واحدة مع بعض، يلا كده يا مستر بنقول ايه؟ Sport is an important part of today's society and plays a large role in people's lives. جميل جدا 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 يا مستر، يبقى هنا عرفنا ان القطعة بتاعتنا بتتكلم عن السبورت، يبقى القطعة عندنا هتتكلم عن السبورت، عن اهمية السبورت. مش بس كده، دي هتتكلم كمان من السوشيال بوينت اوف فيو، من وجهة نظر الاجتماعية، ايه فائدة السبورت وايه الديس ادفانتج، خلي بالك ديس ادفانتج يعني العيب، وهتتكلم من الايكونوميك بوينت اوف فيو، من وجهة نظر الاقتصادية، ايه برضه الميريتس، الميريتس يعني مميزات، وايه عندي عندنا الديميريتس. تعالى كده يا مستر مع بعض كده نكمل كلامنا، بنقول now more than ever sport events dominate headlines and athletes have become national heroes. طبعا دلوقتي زي ما احنا ايه عايشين في اجواء كاس العالم، وكل قرايب بتكتب عن كاس العالم، بتكتب headlines عناوين رئيسيه، وطبعا بقى في athletes عندنا اللي هم رياضيين بقوا مشهورين زيهم زي الهيروز بتوع مين؟ الفنانين بتوع السينما. يبقى الرياضيين عندنا زيهم مشهورين زي بتوع مين؟ بتوع السينما. يلا كده مع بعض يا مستر هنشوف اول جزئيه اللي هي from a social standpoint، وجهه نظر الاجتماعيه، ايه فائده من وجهه نظرهم، ايه فائده السبورت وايه ضررها. يلا بينا. سبورت بلايز. سبورت بلايز ا بوزيتيف رول ان يونايتنج بيبل فروم ديفرنت سوشيال باك جراوندز
in support of their favorite team. جميل جدا جدا. يبقى عندنا الميزه بتاعت من وجهه نظر الاجتماعيه ايه؟ ان انت عند حضرتك لما بتبقى قاعد في ماتش، الماتش ده بيبقى مجمع ناس كتيره جدا جدا، ناس كتيره متحده، ناس كتيره بتشجع فريق معين من different background. يعني عند حضرتك الفقير والغني والمتوسط كل دول بيشجعوا نفس الايه؟ الفريق. بس للاسف الشديد على قد ما الرياضه بتعمل يونايت، بتوحد الفريق، بتوحد الناس وبتخليهم واقفين مع بعض، على قد ما هي ممكن تخليهم تعملهم ديفايد، تخليهم ينقسموا. زي عندنا مثلا احنا كلنا اخوات واصحاب، عندي اصحابي جزء منا اهلاوي وجزء منا زملكاوي، احنا هم في الماتش ما شاء الله الله اكبر الاهلاويه مع بعض والزملكاويه مع بعض، وتلاقينا ان احنا بدا ان احنا نحصل ايه؟ ديفايد، بننقسم. يبقى ده درو باك عند حضرتك من وجهه نظر ايه؟ السوشيال بوينت اوف فيو. وده طبعا بيسبب فايلنس، بيسبب ايه؟ عنف. لان لما الاهلي يكسب او الزمالك يكسب بنبتدي ان احنا ايه؟ نشد مع بعض. طبعا ده ايه؟ حاجه مش كويسه. تمام، نكمل مع بعض. Sport is also an important part of every child's schooling as it plays a big role in their physical and mental development. جميل جدا. هنا عند حضرتك بيبتدوا يدوا نصيحة للمدارس ان هم لازم 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 ان هم يخلوا السبورت، يخلوها ان هي ايه؟ ان هي تلعب plays an important role، يخلوا الرياضة تلعب دور حيوي ودور ضروري في الايه؟ في المدرسة. يعني ما ينفعش ان انا حصة مثلا عندنا ايه فيها رياضة نروح جايين لاغيينها واخدين اي مادة تانية. ليه؟ عشان الرياضة دي بتلعب دور مهم في ان هي بتنمي الطالب، بتنميه ايه؟ فيزيكلي، بتنميه بدنيا، وبتنميه منتلي، بتنميه عند حضرتك ايه؟ عقليا. فطبعا هنا بيقدر الطالب يعمل ريفريشمنت، بيقدر الطالب ان هو يذاكر، بيقدر الطالب ان هو يدي اكتر واكتر. جميل جدا. يلا بينا مع بعض. It teaches the children how to work. How to work as a part of a team and cooperate with others while at the same time improving their physical condition. جميل. طبعا الرياضة احنا عارفين ان هي بتعلمك ازاي ان انت تبقى ايه؟ cooperative. يعني ايه cooperative؟ يعني متعاون. ازاي ان انت تبقى tolerant؟ خلي بالك يعني ايه عند حضرتك tolerant يا مستر؟ يعني متسامح. ازاي ان انت تقدر تشتغل في team؟ ازاي ان انت تقدر تشتغل في ايه؟ في جماعة. طبعا وزي ما احنا قلنا بتنمي الفيزيكال والمنتال health بتاعت الطالب. بس للأسف الشديد في drawback عندنا. دروباك ايه هو العيب عندنا؟ ان عند حضرتك children who are less able to perform well in sports are likely to feel inadequate. يعني ايه inadequate عند حضرتك؟ بيبقى ايه؟ حاسس بقل التقدير، حاسس ان هو قليل. ما دام الاطفال اللي ما بتلعبش رياضة ومش قادرة تأدي كويس في رياضة مقارنة بالناس اللي بتلعب رياضة، بتحس ان هي قليلة، بتحس ان هي مش قادرة تتأقلم معاهم، ما بتحسش ان هي عندها self confidence. يبقى الناس اللي بتلعب رياضه ده بيديها ميزه ليها ان هي بيبقى عندها سيلف كونفيدنس. الناس اللي ما بتلعبش رياضه ما بيبقاش عندها سيلف كونفيدنس. تعالى بقى نخش على الجزء الثاني يا مستر احمد مع بعض من الايكونوميك بوينت اوف فيو. بيقول ايه؟ سبورتس كان بي فيري بروفيتابل از ات اتراكتس ا لوت اوف ادفرتايزنج. اون وان هاند ذس كرييتس ا بروفيت فور ذا سبورتنج اندستري which allows for improvement and expansion. جميل جدا جدا. يبقى من الايكونوميك بيقول لك ايه؟ ان السبورتس عندنا بتبقى بروفيتابل. يعني ايه بروفيتابل عند حضرتك؟ مثمره. ليه؟ اصل انت عند حضرتك زي كاس العالم في سبونسر، في عندنا اعلانات، كل ده عند حضرتك بيجيب فلوس، وكل ده عند حضرتك بيوسع من ايه؟ من السبورتنج اندستري. طبعا بيجيب فلوس، فبنقدر ان احنا نعمل امبروفمنت، تحسين لاي حاجه احنا عايزينها، نعمل اكسبانشن، تم ايه مد وايه توسيع لاي حاجه احنا عايزينها. On the other hand large sums of money are often paid to event organizers to promote products such as cigarettes which are harmful to one's health. جميل جدا. هنا عند حضرتك بيقول لك ايه؟ ان في فلوس كتير جدا بتتصرف على الناس اللي بتنظم الايه؟ الناس اللي بتنظم عند حضرتك الايفنت، وده بيعمل بروموت للبرودكتس زي عند حضرتك السيجريتس اللي هي بتبقى ايه؟ هارمفول على الايه؟ على صحه البني ادم. يبقى هنا عند حضرتك للاسف الشديد هي عند حضرتك السبورتس بتجيب فلوس، بس عند حضرتك ممكن الفلوس
دي تدفع للناس اللي بتعمل اورجنايزر بتنظم الايه الحفلات ولا بتنظم الاحداث وبتخليهم ان ايه ان هم يعملوا بروموت يعززوا البرودكت بتاعتهم وتكون مثلا يعززوا ايه السيجرتس والسيجرتس دي ايه مضره. يبقى ده عند حضرتك عيب من وجهه نظر الايكونوميك. اه بتجيب فلوس بس في نفس الوقت ممكن يعلوا برودكت زي السجاير اللي بيدمر الصحه. يبقى الفلوس ما كانها ما عملتش حاجه. يلا بينا مع بعض يا مستر. اول سؤال for you One of the social effects of sports on people is that جميل. انا عايزه هنا السوشيال افكتس يبقى ماليش علاقه بالايكونوميك. يبقى it unites عند حضرتك people from different social background in support of their favorite team. بتوحد الناس في تشجيعهم لفريقهم المفضل. تاني واحده in what way In what way can sport be profitable? ازاي السبورت بتكون عند حضرتك مربحة عند حضرتك؟ ان هي it attracts a lot of advertising. ان هي بتخلي فيه اعلانات كتيرة والاعلانات دي بتجيب لنا ايه؟ money. جميل. How does sport play an important part in education? جميل جدا. ان هي طبعا بتحسن الفيزيكال والمنتال بارت عند التشيلدرن. وقلنا بتخلي حضرتك عندك سيلف كونفيدنس، بتخلي حضرتك ما شاء الله بتعرف تشتغل في تيم، بتخلي حضرتك كوبريتيف متعاون وكمان تولرنت متسامح. يلا بينا فوري فور لارج سامز اوف ماني. Large sums of money are often paid to. To طبعا event organizer الناس اللي بتنظم الايه اي عندنا حفله او حاجه. What does it refer to؟ هنا عندنا it. تعالوا كده مع بعض نشوف it فوق كده كانت refer to ايه. فين it عندنا؟ اهي يا مستر عندنا sport is also an important part of every child's schooling as it plays a big role. يبقى هنا it يا مستر بتدل على ايه او بتعبر على ايه عند حضرتك اللي هي عند حضرتك مين؟ السبورت. جميل جدا. يلا بينا 46. Children are taught how to عند حضرتك cooperate with others. ازاي ان هم عند حضرتك يعملوا ايه ان هم يتعاونوا مع بعض. يلا بينا 47. One drawback of sport at football matches is that جميل. انا عندي drawback يعني انا عايزه عيب ولا ميزه يا مستر؟ انا عايزه هنا عيب اللي هي عند حضرتك بتساوي كلمه اسمها demerits اللي هي بتساوي كلمه اسمها disadvantage. كل ده بيؤدي لنفس المعنى اللي هو ايه؟ عيب. ايه العيب عند حضرتك؟ ان هي it often leads violent actions. لو ايه زي ما قلنا في الاهلي والزمالك بيلعبوا واحد كسب فالمشجعين الاثنين بيضربوا بعض. جميل جدا. يلا بينا 48. Dots shouldn't be promoted in sport events. طبعا اي حاجه unhealthy products اي حاجه عند حضرتك منتج غير صحي ما ينفعش عند حضرتك ان احنا نعليه في اي ايه عند حضرتك حفله رياضيه. لان طبعا الرياضه دي هي بتبين لك وازاي بتعلمك ان انت تكون fit ازاي ان انت تكون healthy. فلما تيجي تعرض في حفله رياضيه لما تيجي تعرض عن السيجريتس ده بيدمر الصحه. يبقى منين ان انا بحاول ان انا انمي صحتك واعمل لها امبروف ومنين في نفس الوقت ان انا بضرها عن طريق مين؟ السيجريت. تمام بكده خلصنا اول قطعه. واول قطعه عندنا كانت عن السبورتس والدرو باكس عند حضرتك ومعيوب السبورتس وعند حضرتك الادفانتجز مميزات السبورتس. طبعا ما شاء الله هنخش على تاني قطعه عندنا. وتاني قطعه عندنا بادئه بكلمه عليكم في المنهج وهي تابس. يعني ايه تابس عند حضرتك؟ تعليمات ونصائح. هنبتدي ندي تعليمات ونصائح للامبلوي. امبلوي اللي هو الموظف عند حضرتك. يعمل ايه الموظف عشان يقدر يبقى عنده ريلاكسيشن، يقدر ان هو ينتج، يقدر ان هو يكون productive، يقدر ان هو يشتغل كويس، يقدر ان هو يدي، يقدر ان هو يعمل ريفرشمنت لحياته، ريفرشمنت لدماغه، ريفرشمنت عشان يقدر ان هو يدي مور اند مور للشغل بتاعه، يقدر يدي يبقى creative عند حضرتك. تعالى كده مع بعض يا مستر. اول جمله عند حضرتك بتقول لك tips for less stress قلق وتوتر اقل and a happier job والشغل عند حضرتك تكون مبسوط في الشغل بتاعك. First اول حاجه عند حضرتك هيكلمك عن relationships، هيكلمك عن علاقاتك بزمايلك بالكوليجز بتاعت حضرتك. وبعد كده هيبتدي يكلمك عن ازاي تعمل ايه عشان ان انت تبقى ريلاكس. وهكلمك بعد كده على علاقتك بالبوس اللي هو الامبلوير صاحب العمل. يلا بينا نبتدي مع بعض يا مستر. First build rewarding pleasant and cooperative relationships with as many of your colleagues as possible. يبقى انت لازم ان انت تعمل علاقات مجزية، علاقات pleasant فيها سرور وعلاقات متعاونة عشان تقدروا ان انتوا تشيلوا ايه؟ تشيلوا بعض ما بينك وما بين زمايلك.
يلا بينا بعد كده مستر دونت ايه؟ Don't bite off more than you can chew. جميل جدا. ده expression حلو جدا جدا جدا. هيجي لك ويقول لك what is this meaning. معناه ايه؟ معناه ان انت ما تشيلش more assignments that you can. ما تشيلش عند حضرتك واجبات وشغل وعند حضرتك duties عند حضرتك وما تشيلش responsibilities مسؤوليات كتيرة. وانت انت هتقدر ان انت تعملها. بس في نفس الوقت بيبقى عند حضرتك بيردن عبء وحمل ايه عليك. فانت مادام مش قادر قول ان انت عند حضرتك ايه مش قادر. وما شاء الله الله اكبر معانا ميس ايناس معانا بتقول ان هي مش قادره اصلا ان هي تصحح. بتصحح لكم التجربه. مبسوطه جدا جدا معانا بتصحيح التجربه. فهي بتقول ان هي مش قادره وانا بحط صوتي على صوتها الله اكبر علينا. يلا بينا مع بعض يا مستر. understand your boss's problems and help him or her to under to boss to understand yours. جميل جدا. يعني لازم عند حضرتك البوس لازم يفهم مشاكلك وانت تفهم مشاكل البوس. بمعنى الكلام ايه؟ ان انتوا لازم تبقوا فاهمين بعض. لازم عند حضرتك لقيت البوس متعصب يبقى هو اكيد عنده مشكله. هو لقاك ان انت متضايق انت اكيد عندك مشكله. يبقى لازم ان انتوا تبقى ايه؟ يبقى في عند حضرتك understanding ما بينكم وما بين بعض عشان تقدروا ان انتوا تتاقلموا مع بعض في الشغل والشغل يبقى كويس. بعد كده عند حضرتك negotiate. يعني ايه negotiate؟ تتفاوض. تمام كمل يا مستر. Realistic deadlines on important projects with your boss and be prepared to propose some. بس ده بقى نصيحة مهمة جدا 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 لينا ولي انا شخصيا. ان انا عند حضرتك لما تبقى في عندك مشروع مهم important project مع البوس بتاعك وانت لما تيجي تحط deadline ليه. لو انت الديدلاين ده مش هتقدر ان انت تحقق فيه تعمل achieve تعمل fulfill تحقق وتعمل finish للبروجكت ده قول ان انت مش قادر. اعمل negotiate عند حضرتك وقول ان انت مش هتقدر تسلم البروجكت ده في الديدلاين. يا اما يجيب لك حد يساعدك يا اما عند حضرتك يعمل ايه لينثن يطول لك المده. يلا بينا مع بعض هنكمل. فايند تايم بيبتدي يدي لك نصايح ليك انت تعملها عشان تعمل تبقى ريفريشمنت وتبقى كرييتيف وتبقى ريلاكسيشن. فايند تايم افري داي. افري داي فور ديتشمنت اند ريلاكسيشن. تيك ا ووك now and then to keep your body refreshed and alert. جميل جدا. ان انت عند حضرتك لازم كل يوم تبعد كده وتستجم كده بعيدا عن الشغل. مثلا ان انت بعد ما تخلص شغلك ان انت تطلع تتمشى ان انت تطلع تروح حتة تتفسح عشان تقدر ان انت تعمل لجسمك وعقلك كمان refreshed. ايه ان انت بتعمل له refreshment والert بان انت تغيره. طبعا تقدر ان انت تستحمل اللي في الشغل سواء من مشاكل او من زملاء او تقدر ان انت تستحمل اللي بيحصل في الشغل. بيقول لك كمان get away from your office frequently for a change of scene and a change of mind. Reduce the amount of trivia to which you give your attention. يبقى لازم ان انت كل ما انت مثلا قاعد في الشغل قعدت ساعتين في الشغل تعالى يا عم كده خد لك خمس دقائق عشر دقائق انزل الشارع اتمشى جيب حاجات وارجع تاني. بتغير عند حضرتك سين بتغير منظر سواء منظر المكتب او او منظر اي حاجة موجودة في الشغل. وكمان بتعمل change للمايند ان انت لو بتفكر في حاجة بتقدر توصل لها. لو انت عند حضرتك في حاجة مش عارف توصل لها ممكن لما تعمل ريفريشمنت لدماغك تقدر توصل لحل ليها. مش بس كده انت لازم لو في اي مشكلة ترايفيا. يعني ايه ترايفيا؟ يعني مشكلة تافهة امور تافهة في الشغل لازم ان انت ما تعملهاش attention ما تهتمش بيها وما تدهاش اكبر من حجمها وما تدهاش من وقتك. اتحلت ما اتحلتش بالسلامة ما دام مش هتأثر لا عليك ولا على شغلك. يلا بينا مع بعض next. Limit interruption schedule certain periods of interruptability each day. جميل جدا. يعني انت لازم ان انت ان انت ما تعملش interruptions ما تقعدش ان انت تقاطع ولازم ان انت تحدد ان ما حدش يفضل يدخل في شغلك ولا انت تفضل تدخل في شغل حد ولا حد يدخل في حياتك ولا حد تدخل في حياة حد. تعمل limit حدود للناس اللي موجودة معاك. مش بس كده لازم تعمل schedule لشغلك. لازم تعمل تشوف ايه priorities والpriorities دي خلي بالكو كلمة عليكو الاولويات بتاعتك وتبتدي ان انت ترتبها. جميل جدا. يلا
علينا make sure you know how to delegate effectively. Don't put off dealing with distasteful problems such as counseling a problem employee. يعني لازم ان انت حضرتك زي ما قلنا ما ان انت ما تأجلش اي مشكلة تافهة ان انت تحلها. يعني لو حد عنده مشكلة من زمايلك في الشغل حلها له وخلص، ما تقعدش ان انت مأجلها وتفضل تشغل دماغك بيها وتضيع وقت. Make a constructive worry list so that no problem will continue عند حضرتك to bother you unconsciously. يعني عند حضرتك بيقولك ان انت اي مشكلة عند حضرتك لازم تعمل كده لستة بالworries بالحاجات اللي بتقلقك عشان ما فيش اي مشكلة ان هي تقطر معاك وتعمل لك bother. يعني ايه bother عند حضرتك؟ تزعجك بدون قصد. واخيرا عند حضرتك study the future. وخلي بالك هيجي يقولك ايه study the future دي. study the future دي معنى الكلام ان انت عند حضرتك ما تعرفش المستقبل فيه ايه، فممكن المستقبل عند حضرتك يكون اوحش من اللي انت فيه دلوقتي. اهم حاجة ان انت تبقى عامل ليست ليك، ان انت المشاكل التافهة ما تشغلش بالك بيها، ان انت تبقى عامل ريفريشمنت لنفسك، حاطط بلان ليك عشان تقدر مهما كان المستقبل صعب انت قده وتقدر ان انت تتحدى اي حاجة. يلا بينا مع بعض هنشوف اول سؤال عندنا 49 ودي قلناها واحنا بنشرح. Don't bite off more than you can chew asks you. هنا بيقول لك ايه؟ ان انت ما تشيلش فوق ما قدرتك، ان انت عند حضرتك ما دام قادر تعمل الحاجة اعملها، مش قادر وحاسس ان الموضوع صعب وبردن عبء عليك يبقى ما تعملوش. يبقى الاجابه نمبر سي to take only the assignments you have time for. بتاخد الايه؟ الحاجات اللي انت عندك وقت ليها، ما عندكش وقت ما تاخدش. جميل، يلا بينا السؤال اللي بعده يا مستر. بيقول ايه؟ The writer of this passage is most probably a or an dot. طبعا الكلام ده من واحد عنده خبرة، من واحد ايه؟ من واحد كع وايه يعني خلاص زي ما شاء الله الله اكبر جايب الموضوع من تحت. يبقى عند حضرتك من experienced ايه؟ بص، واحد شاف وقاسة وعانى لحد ما وصل لحاجة كويسة، وانت تقدر توصل برضو لحاجة كويسة. ومعانا جملة رقم 51، والجملة دي طلبة كتيرة جدا فهمتها غلط، فعشان كده يا مستر احمد معلش تسيبها لي انا هقراها وانا اللي هجاوبها كمان. هنا عندنا كان في اخر القطعة بيقول لك study the future، لازم ان احنا ندرس المستقبل. طب ده معناته ايه؟ ولا ده هيفيد بايه ان احنا ندرس المستقبل؟ هيفيده معناته ان انت حضرتك تتوقع ايه اللي هيحصل. لما تحط بلان، لما تحط جولز عند حضرتك، لما حضرتك تشوف ايه اللي ممكن تعمله دلوقتي وهيوصل لايه، ده بيخليك تعمل حاجة عندنا اسمها anticipate. يعني ايه انتسيبيت؟ تتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل. ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس انت وقت ما انت حاطط بلانز، وقت ما انت تتوقع ان هو اللي هيحصل، فده هيديك بوش لقدام، هيديك موتيفيشن حافز، هيديك باور وانرجي قوه عند حضرتك وطاقه ان انت تكمل في اللي انت بتعمله لحد ما ان شاء الله ربنا يوفقك وتقدر توصل. يبقى هنا عندنا study the future helps you، بيساعدك على ايه؟ بيساعدك ان انت learn how to anticipate، ازاي ان انت تتوقع الايفنتس الاحداث اللي هي هتحصل وهتتطور في المستقبل نتيجه على الجولز، على الاهداف اللي انت كتبتها والبلانز اللي انت عند حضرتك ايه حطيتها لنفسك. يلا بينا 52 in short. In short, the writer wants you to be. طبعا محتاجك ان انت تكون disciplined، وخلي بالك disciplined دي عندك في المنهج، ومحتاج ان انت تكون distinguished. انا عايزك تكون منظم، عايزك تكون زي ما قلنا حاطط بلان ليك، حاطط لستة ليك، عامل prioritize، عامل اولوية للحاجات بتاعتك، وتكون distinguished، تكون ايه؟ مميز، تكون creative عند حضرتك، تكون مبدع. 53 walk and keep your body. طبعا ايه عند حضرتك؟ A و C اللي هي refreshed عند حضرتك و alert عند حضرتك اللي هو يعني ايه alert؟ اللي هو متغير. وخلي بالك انت عندك alert دي موجودة عندك في اليونت، بنقارنها ما بين ايه؟ alter عند حضرتك. عند حضرتك alert هنا بمعنى متغير، او عند حضرتك منتبه وتكون انت مصحصح، و alter يعني تغيير عند حضرتك. يبقى انت عندك هنا alert ايه؟ منتبه ومصحصح، لكن هنا عند حضرتك التي في الاخر، لكن هنا التي بعد الان معناها كفيرب ايه؟ يتغير. جميل جدا، يلا بينا 52. Build rewarding and pleasant are tips for.
عند حضرتك less stress and a happier job. لما تعمل علاقات كويسة عند حضرتك بتقلل الضغط والشغل بيكون ماله أسعد. طبعا ما شاء الله الله أكبر، دي حاجة كويسة جدا في أي حاجة في حياتك، سواء الشغل أو مدرسة أو جامعة and so on. يلا 55 بتقول يا مستر. Reduce the amount of trivia to which you give your attention. The antonym of the word trivia is. جميل، احنا عندنا antonym. يعني ايه antonym؟ اللي هي opposite، اللي هي عند حضرتك التضاد. خلي بالك كويس جدا جدا، عند حضرتك trivia قلنا يعني امور تافهه، حاجات تافهه، يبقى عند حضرتك ايه الantonym منها اللي هي important، حاجات ايه مهمه. طب جميل 56 the writer. The writer gives advice to. طبعا الرايتر بيدي ادفايس لمين؟ للامبلويز اللي هم مين؟ الناس العامله، لان هو طبعا بوس دلوقتي، بس طبعا كان عامل، فبدا ان هو يدي ويعرض الاكسبيرينس بتاعته على الناس الامبلويز. بكده خلصنا القطعتين، واتمنى اكون ان انا ايه ما شاء الله قدرت اوصل لكم القطعتين كويس، وقدرت ان انا افيدكم في القطعتين. يلا بينا مع بعض على الترانزليشن. والترانزليشن عشان تقدر ان انت تحلها صح بتقرا عند حضرتك الايه الفقره كلها، بعد كده بتبتدي تترجم كلمه كلمه فوقيها، وبعد كده بتبتدي ان انت تكون الجمله بتاعتك وتشوف جملتك تبع انه اختيار. يلا بينا مع بعض كده يا مستر، نقرا واحده واحده كده مع بعض ونشوف ترجمتها ايه، ونشوف ترجمتنا هتوصل تبع انه اختيار. ايجيبت. Egypt has wonderful great monuments that reflects its great civilization throughout history. جميل جدا، يبقى Egypt has wonderful great monuments. يبقى هنا عندنا Egypt مصر، تمتلك مصر ملأ آثار عظيمة رائعة. That reflects يعني reflect بتعكس its great civilization. خلي بالنا من civilization دي يعني حضارة مش تاريخ، لأن تاريخ history، ومش ثقافة لأن ثقافة culture. جميل، throughout history عبر التاريخ. يلا بينا مع بعض. يلا this magnificent heritage must be a source of pride us as well as a motivator to achieve great thing. يبقى هنا عند حضرتك بيقول لك التراث الرائع او العظيم ده must be a source، ده مصدر فخر لينا احنا، as well as، خلي بالكوا ده رابط هتاخدوه ان شاء الله باذن الله، ايه كمع رابط، a motivator عند حضرتك دافع وحافز لينا ليه to achieve great things، ان انا عند حضرتك بحقق اشياء ايه عظيمه. يلا بينا نشوف مع بعض انه ترجمه تنفع. هلاقي الترجمه نمبر دي، تمتلك مصر العديد من الاثار الرائعه. طب ليه مش ايه؟ عشان هنا قال لك الحضاره الفرعونيه العريقه، احنا ما قلناش كده، التي تعكس حضارتنا العظيمه. في ايه؟ قال لك تبرز اثارها. جميل، عند حضرتك هنا في بي قال لك تؤثر على حضارتها، ما ينفعش الكلام ده. جميل، عبر التاريخ يجب ان يكون هذا التراث الرائع. عند حضرتك هنا قال لك التاريخ في دي، عند حضرتك هنا قال لك الايه، عند حضرتك الحضاره النادره، وفي ايه برضو قال لك التاريخ، الكلام ده غلط خالص. مصدر فخر لينا عند حضرتك او لنا، هنا في عند حضرتك في بي قال لك لكل العالم، الكلام ده غلط. وكذلك دافعا لتحقيق اشياء ايه عظيمه. يبقى الاجابه عند حضرتك نمبر دي. يلا بينا مع بعض يا مستر 58. I'm currently looking for an internship at a website where I can write articles for local news. My professional profile will be put online shortly. جميل جدا، خلي بالنا من كلمة مهمة جدا وهي كلمة internship. دي انت عندنا فترة تدريب، عند حضرتك بتساوي عند حضرتك كلمة تانية اسمها apprenticeship، و apprenticeship الكلمتين دول بيساوي بعض، دي فترة تدريب او فترة تحت التدريب. دي حضرتك هتدرسهم ان شاء الله في unit 7 و 8 باذن الله. جميل جدا، هنا بيقولك ان انا حاليا ببحث عن ايه؟ ببحث عن فترة تدريب على الويب سايت where I can، حيث ان انا اقدر ان انا اكتب articles للوكال نيوز، اخبار محلية. وخلي بالك local يعني محلي، لكن national يعني قومي، وinternational عالمي. جميل جدا، my professional profile، professional profile اخدناها عند حضرتك في جزء السكيلز اللي هي مع resume، تمام، اللي هو الملف التعريف المهني، will be put online shortly، هيتحط
هيتحط اونلاين ايه قريبا. الاجابه عند حضرتك هتكون لايه؟ يلا بينا نقراها. ابحث حاليا عن تدريب في موقع ويب حيث يمكنني معرفه المزيد. هنا عند حضرتك في سي بنقول القليل، ما ينفعش الكلام ده. تمام، حول كتابه المقالات لاخبار مالها محليه، لكن في بي بيقول لك عالميه، الكلام ده غلط ما ينفعش. جميل، سيتم وضع ملف التعريف المهني. في دي بيقول لك صوره شخصيه ما تنفعش، الخاص بي على الانترنت قريبا. جميل، يلا بينا مع بعض يا مستر. 58 العربي، الابتكار. الابتكار لا نهايه له، فكلما سعى الانسان الى التقدم والرفاهيه كلما ابتكر اشياء تجعل الحياه اسهل. ومع ذلك، هل تعتقد ان كل الاختراعات ليس لها جوانب سلبيه؟ جميل جدا جدا. طبعا الابتكار هنا الاجابه هتكون في نمبر سي، انوفيشن عند حضرتك. وهنا بيقول لك لا نهايه له، يبقى از اندلس. ليه ما تنفعش بيه؟ عشان بيقول لك اند، الكلام ده ما ينفعش. هنا عند حضرتك في حاجه عطاها لك المستر قبل كده، حاجه اسمها كلما كلما، خدناها في الكومباريتيف والسوبرلاتيف. كلما كلما اللي هي مين؟ ذا مور، وانزل بفعل وفعل. رد هناك ذا مور، وانزل بفعل وفعل، اللي هي ذا زائد مقارنه درجه ثانيه فعل وفعل. رد هناك ذا ومقارنه درجه ثانيه فعل وفعل. يبقى هنا عند حضرتك ذا مور مان سيكس بروجريس اند ويلفير، هنا ما تنفعش خالص ذا موست، عشان كده ايه ما تنفعش. ذا مور هي ايفنتس، هنا ما تنفعش ديسكفرز خالص things that make life easier. خلي بالنا life اللي هي الحياة بالاف، لكن هنا live عند حضرتك اللي هو ايه؟ يعيش. وليها حاجة تانية عند حضرتك بتبقى برضو live اللي هي مباشرة. However, do you think all inventions don't have negative effects؟ هنا عندنا في بيل بيقول لك positive effects ما تنفعش. وخلي بالك من ملحوظة مهمة جدا بتلخبط فيها، الفرق ما بين inventions و discoveries. inventions عند حضرتك اختراعات، بتخترع حاجة جديدة ملهاش وجود. لكن عند حضرتك discovers ده عند حضرتك بيكون اكتشافات، تكتشف حاجة كان ليها اصل وانت ايه اكتشفتها. يلا بينا مع بعض يا مستر، اخر ترجمة اختيارات عشان نخش على الترجمة المقالي. صحصحوا معايا، خلاص بنختم موديل سي، فضلنا الترجمة المقالي وفضلنا الاسي المقالي عن unemployment، ناس كتير جدا سألتني فيه، هنتكلم عنه شوية بشوية. يلا بينا. رقم 60 بتقول ايه؟ في رأيي يجب على المعلمين والوالدين الاهتمام بالصحة العقلية ومهارات إدارة الوقت، وهذه المهارات ضرورية لتعزيز تحصيل الطلاب ومساعدتهم على تحقيق كل طموحاتهم في الحياة. جميل جدا. الإجابة إيه؟ ليه؟ in my opinion دي ما تنفعش، بيقول لك in general. سي ما تنفعش، بيقول لك in conclusion. يلا بينا. teachers and parents، تي هنا عندنا دي مش هتنفع عشان بيقول لك scientists، أنا بقول لك معلمين مش بقول لك علماء. should pay attention، هنا بيقول لك draw people's attention، مش هتنفع. to mental health، الصحة العقلية، مش healthy food. جميل. and time management skills، هنا بيقول لك skills اللي هو الميزان، ما تنفعش. These skills are necessary to enhance، بيعزز students achievement and help them fulfill. يعني ايه fulfill؟ بيحققوا their aspirations. aspirations اللي هو الطموح بتاعتهم in ايه؟ in life. يلا بينا الترجمة عند حضرتك المقالي. ترتبط الثقافة. ترتبط الثقافة واللغة ارتباطا وثيقا، لا يمكنك فهم ثقافة ما دون تعلم اللغة أولا، لذلك من الأفضل أن تكون ثنائي اللغة لمعرفة المزيد عن الثقافات الأخرى. يلا بينا هنا مع بعض. هنا أصعب كلمتين عند حضرتك، ارتباطا وثيقا عند حضرتك، دي كلمة صعبة. وعند حضرتك ثنائي اللغة، يعني ايه ثنائي اللغة؟ يعني بتتكلم لغتين. لو حضرتك بتتكلم ثلاثة هتبقى trilingual، حضرتك بتتكلم لغات كتيرة تبقى multilingual اللي هو متعدد اللغات. يلا بينا نقرا مع بعض. culture and language are inextricably linked. You can't understand the culture without first learning a language. Therefore it's better to be bilingual. bilingual يعني ثنائي اللغة، بتتكلم لغتين. to know more about other cultures، يعني حضرتك مش هتقدر ان انت تفهم ثقافة حد من غير ما تدرس وتعرف اللغة ايه اللغة بتاعتهم. وطبعا لو انت بتتكلم لغة واحدة اسمها monolingual، ده لو انت بتتكلم لغة واحدة. وخلي بالكوا لغة الام بتتحسب كلغة. جميل جدا. يلا بينا تاني واحدة عندنا، اكتساب خبرة العمل. اكتساب خبرة العمل امر هام جدا، فهي تساعدك على اكتساب المهارات
وتحديد ما يجب القيام به، كما يجب أن تكون مفيدة لمن يغيرون حياتهم المهنية والأشخاص الذين يتطلعون إلى شغل مناصب أعلى. جميل. هنا عندنا يكتسب جينينج، خلي بالك أنا عندي يكتسب خبرة جينينج ورك اكسبيرينس، لكن ارجع عند حضرتك دي يكسب مال، يكسب ماني عند حضرتك. It's very important. It helps you acquire. يعني ايه acquire؟ يعني يكتسب. أمال inquire يعني ايه؟ inquire عند حضرتك يعني يستفسر. أمال require يعني يعني ايه؟ الحاجات دي بتجيلكوا تشويس، بتلخبطكوا، يعني يتطلب. جميل. acquire skills and decide what to do. It can also be useful عند حضرتك for career، الحياة المهنية changes، ان انت تعمل shift career and people looking forward to. خلي بالك من ملحوظة مهمة هتاخدوها في unit 5 part 1، ان look forward to، رغم ان في to بس حط وراها الفعل في ing، يبقى look forward to occupying higher عند حضرتك ايه positions. هرجع عيد لكلامي تاني ان translation مش word by word، انت بتترجم عند حضرتك على حسب فهمك للجملة عندنا. جميل جدا. يلا بينا مع بعض translate into Arabic. Success in life is measured in terms of the achievements one could carry out throughout their lives. Therefore, many ambitious people aspire to achieve higher level of success. جميل. aspire to عند حضرتك يعني يطمح إلى، ولسه واخدنا كناون aspirations اللي هي طموحات. يقاس النجاح في الحياة من حيث الإنجازات التي تمكن المرء أن يحقق طوال حياته، ولذلك يتطلع العديد من الأشخاص الطموحين إلى تحقيق مستويات أعلى من النجاح. جميل جدا. تاني translation عندنا many experts. Many experts believe that overpopulation and unemployment are among the most important obstacles to development and stability, especially in developing countries. So the necessary measures must be taken to confront these challenges. جميل جدا. الترجمة دي عند حضرتك فيها كذا كلمة حلوين جدا. طبعا experts يعني ايه؟ خبراء. خلي بالك overpopulation التعداد السكاني، الزيادة السكانية، بتتلخبطوا ما بينها وما بين pollution اللي هو التلوث عند حضرتك، and unemployment. unemployment انت مذاكرها في الترجمة البطالة، بس لما جات لك كأسي ما فهمتش يعني ايه unemployment، وناس كتير راحت واخدالي translation وحطها في الاسي. خد بالك ان المقالي الاسي بنقراه كله وبيتقرا في اخر السنة. جميل. are among the most important obstacles يعني ايه obstacles؟ عقوبات عند حضرتك، صعوبات to development and stability. stability استقرار، especially in developing countries. خلي بالك developing countries اللي هي الدول النامية، لكن عند حضرتك developed countries اللي هي الدول المتطورة اللي هي ليها اسم تاني advanced countries. جميل. So the necessary measures، measures عند حضرتك إجراءات، must be taken to confront. confront يعني نواجه، طبعا ممكن تبقى face بمعنى يواجه، these challenges اللي هو التحديات. نقراها مع بعض. يعتقد العديد من الخبراء أن الزيادة السكانية والبطالة عند حضرتك من أهم معوقات التنمية والاستقرار، وخاصة في الدول النامية، لذا لابد من اتخاذ التدابير أو الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات. بنختم عندنا الامتحان عند حضرتك بإيسي عنوان unemployment، وطبعا احنا عارفين ان الإيسي بقى من 150 ل 250 كلمة، وطبعا unemployment اللي هي البطالة ازاي عند حضرتك ان انت ايه، هتتكلم عن اسباب البطالة، ليه بقى في بطالة، طبعا بسبب الاوفر بوبوليشن، بسبب الناس ما عندهاش سكيلز مهارات، بسبب الناس ما عندهاش لانجوج، بسبب الناس ما عندهاش كمبيوتر سكيلز مهارات في الكمبيوتر. هتتكلم ازاي نقدر ان احنا نعالج المشكله دي بان احنا عند حضرتك نعمل اوبن لميني كومبانيز، ونعمل انفستمنتس استثمارات كتيره جدا عشان نقدر ندخل نشغل ناس ونديهم سالاريز مرتبات. بكده انا خلصت امتحان موديل سي الامتحان الثالث، وبشكر مستر احمد هيكل على قرايته الجميله معانا وتفاعله معانا، وان شاء الله باذن الله اسيبكم مع مستر احمد هيكل ان شاء الله في نموذج دي. اتمنى ان انتم تكونوا قدها ان شاء الله. اتمنى ان اكون قدرت ان انا افيدكم، واني احبكم في الله. ميس الاء معاكم. باي باي.